في دعاء أيها الأخوة رواه البخاري وصحيحه يكتب بماء العين، رواه البخاري وصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار أي من استيقظ، من تعار من الليل أي استيقظ فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وش الفضل؟ اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له. أنا أعرف أكثر من أناس كثر يقول لما دعونا هذا الدعاء قلنا هذا الذكر أجاب الله دعاءنا. يعني قد يستيقظ الإنسان الساعة 2 وتعرف فراشك لا يشترط فيه لا وضوء ولا صلاة، استيقظت الساعة 2 3 قل هذا الذكر لا إله إلا الله ولا شريك إلى آخره، ثم ارفع يديك اللهم اغفر لي ولوالدي ولأهلي والمسلمين، أدع من خير الدنيا والآخرة، عندك كربة عندك هم عندك غم تبغى تدعي لذريتك لأهلك للمسلمين للمرضى، ادع من خير الدنيا والآخرة. فنحن نحفظ هذا الذكر وهذا الذكر اليسير وأجره عظيم. وهذا قال العلماء يقال إذا استيقظ من النوم، وبعد قبل النوم بعض الناس يجعل الحديث اللي قبل النوم والحديث، لكن صح هذا بعد أن يستيقظ من نومه الإنسان وثم تنام إلى أذان الفجر. اللهم أيقظ قلوب المغفلات واجعلنا من المحافظين على الصلاة نحن وأهلنا وجميع المسلمين والمسلمات، واحفظنا واحفظ أهلنا وبلادنا وبلاد المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد.